الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمّة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، اللي هو اسمه غدير خم، واسمه غدير خم. ولذلك انظروا إلى سبحان الله أدب الصحابة. طبعا غدير خم هذا كما قال هو بين مكة والمدينة، وطبعا كلمة خم بضم الخاء المعجمة وأيضا تثقيل الميم، هي كل مكان يكثر فيه الشجر، كل مكان يكثر فيه الشجر، وخم هذه اسم لمكان يكثر فيه الشجر يعني، وهي عندها بئر مشهورة تسمى باسمها ويقال لها غدير خم. غدير خم هو هي أقرب إلى مكة من المدينة، أقرب إلى مكة من المدينة، وهي قريبة من الجحفة، قريبة من الجحفة اللي هي رابغ، يعني قريبة من الجحفة التي هي إيش، التي هي رابغ. وكان ذلك على في طريق عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، بعد حجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم شيخا. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، على أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا يعني تاركم عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي، يعني الموت. نعم، طبعا الأسماء: حصين ابن سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء المحدة التحتانية وفتح الراء المهملة، وعمر ابن مسلم. طبعا هذا الصحابي هو زيد ابن أرقم. تفضل. نعم، الله إليكم شيخنا. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟
قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. لا وفي يأخذون رواية: الزكاة، يعني لا يأخذون من الزكاة ولا من الصدقات المطلقة، ولا تحل لهم لأنها أوساخ الناس. نعم، هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر أولاد أبي طالب وآل عباس وذرية هؤلاء. نعم، طبعا هو لما حسين هنا قال كل هؤلاء حرم الصدقة، هذا من باب التعجب، هو متعجب من هذا سؤال، القصد منه التعجب. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه، أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى ارقبوه: راعوه واحترموه وأكرموه. والله أعلم. نعم، وهذا الحديث، ولذلك انظر إلى جمال استدلال الإمام ابن النووي، قال: ما يعظم شعائر الله، صح؟ في أول طرة الباب قال ذلك، صح؟ نعم شيخ، نعم بطل. حتى تعلم أن توقير آل بيت النبي من غير غلو، من غير غلو كما يفعل بعض الناس، يذهبون يطلبون البركة، ليس هذا هو المقصود، إنما هذا هو المقصود: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ليس كما يفعل بعض الناس كما ترونه من أهل البدع وغيرها في بعض البلدان. وأعجب ما مر علي سبحان الله من أمثال هؤلاء، يقول هذا رجل من أهل مصر، يقول: كان عندنا، لقيني في الحرم سبحان الله، وشوف بركة القدوم سبحان الله لأرض التوحيد، تغير الرجل تماما، قال: أنا كل يوم صائم الحمد لله رب العالمين، بشرك شيخ وكذا، وسمعت دروس في المدينة عن التوحيد وكذا، وهنا قال: إحنا عندنا مجموعة يقولوا حنا الأشراف وكذا ما يصلون. فنقول له: يا أخي ليش ما تصلي؟ يقول: أنا كل يوم بصلي مع النبي في الروضة عليه الصلاة والسلام وأرجع. لا شك أن هذا كلام باطل، وهذا كلام فاسد أيها الكرام الفضلاء. فهنا إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير غلو ومن غير إفراط ولا تفريط. ولذلك الله عز وجل حفظ مقام نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلى شأنه، وشق من اسمه اسما ليجل له: فذو العرش محمود، وهذا محمد إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، ورفعنا لك ذكرك، لأنه هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، سيد المرسلين، إمام الأولين والآخرين، أمر الله عز وجل بتوقيره وحفظ مكانته لتؤمنوا به، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فحافظ، ولذلك حافظ حق أهل بيته، وحفظ حقهم من حفظ حقه ومن تعظيم الشريعة والشعائر، فهم عرضه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: زوجات من أهل بيتي؟ قال: نعم، زوجاته من أهل بيتي. وهذا فيه رد على الرافضة: كذلك ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يسبون زوجات النبي، نسأل الله السلامة والعافية. فكما حفظ الحق لآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، فيحفظ أيضا لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
كريمات الفضليات عرضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليه فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ حقهم ويذب عن عرضهم ويوصلون بالود والمحبة. ولذلك شرار الخلق هم من يخوضون في عرض زوجات أمهات المؤمنين ويسبونهن. وفي هذا الحديث انظر من الذي يرويه، أبو بكر هو الذي يذكر ويرويه ابن عمر، والكلام لأبي بكر هو الذي يذكر بذلك. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني احفظوه في أهل بيته، لا تسبوهم لا تؤذوهم. وأهل بيته هم فاطمة وأبناؤها وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية والمقصود تفضل وفي رواية تفضل أحسن الله إليك. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. وتكري وتكري بفتح الراء ولا كسر الراء؟ كسر الراء شيخ. وتكري وتكريمته. نعم شيخ أحسن الله إليك. وتكريمته نعم تفضل أكملك. وتكريمته تفضل. نعم. وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش أو وسرير ونحوهما. نعم أحسن الله إليك. يعني لما تدخل بيت الإنسان قل له أين أجلس، ولا تجلس على المكان الذي يخصص له، لأن في بعض الناس تلقاهم في البيت في المجلس مخصص له مكان يجلس فيه يرتفق به. فمن الأدب إذا دخلت مكان تقول لهم: أين تريدني أن أجلس؟ طيب، عندنا عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني غير الراوي اللي معانا هنا، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، مشهور بكنيته أبي مسعود البدري، أبي مسعود البدري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شهد العقبة الثانية ولم يشهد بدرا، وشهد أحدا وما بعدها، روى أحاديث كثر، وهو من علماء الصحابة، وانتهى أمره إلى الكوفة وسكنها، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، واستخلفه على الكوفة لما سار علي إلى صفين رضي الله عن الصحابة أجمعين. شهد العقبة الثانية وكان أصغر السبعين من الأنصار الذين شهدوها، عده الإمام البخاري في البدريين، فلذلك شهر بكنيته أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري.
الإمام مسلم في الكنى قال أنه شهد بدرا، والصواب أنه لم يشهد بدرا. لكن لماذا إذن لقب بالبدري؟ لأنه نزل ماء بدر وسكن بجوارها، وسكن بجوارها. وله قصة مشهورة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قف أبا مسعود، قف أبا مسعود، قف أبا مسعود. لا إله إلا عنده غلام. شفتوا إحنا لسه بتكلم، كنا في الرق والعتق. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو مسعود البدري، كنت أضرب غلاما بصوت لي، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من شدة الغضب. يحدث عند بعض الناس ينغلق الغضب عليه إغلاقا. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يكررها. قال: فألقيت الصوت من يدي، لا إله إلا الله. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. سبحان الله، سبحان الله. انظر إلى سبحان الله، إلى هؤلاء الصحابة الكرام وشدة استجابتهم لكلام العدنان. وانظروا لما فيه الناس اليوم، سبحان الله، تذكرهم قدر ما تذكرهم. ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نفخت أوريت نارا، ولكنك تنفخ في رمادي. نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود بأهل العلم هم العلم، هو العلم الشرعي، قال هو علم قال الله وقال الرسول على فهم سلف الأمة. هذا هو المقصود بالعلماء أيها الكرام، العلماء السلف، علماء السنة، علماء الديانة، علماء الشريعة على الفهم الصحيح الثاقب. وأتى بهذا الحديث ليوضح لك تفاضلهم في الإمامة، تفاضلهم في إمامة الناس. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهي والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. طبعا هو يقصد أنه هو ليليني أو ليليني بتثقيل النون وتخفيفها. وبه ورد هكذا، وورد هكذا، ورد بتثقيل النون، ورد بتخفيفها: ليليني وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا من لطائفه يدل على شأن صلاة الجماعة، والصواب أنها واجبة على قول المحققين من أهل العلم، ويدل على أجرها العظيم، ويدل على أن هذه الأمة أمة نظام وأمة ترتيب. ويدل أيضا على ما نعانيه اليوم أيها الكرام من الفضلاء من عدم سد الفرج وعدم سد الخلل. فأتت هذه الشريعة بترتيب أحوال المأمومين خلف الإمام، وضحت أن المقدم للإمامة هو أقرأ القوم وأكثرهم علما وفقها، وهو الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام، أن يكون الحفاظ في القرآن والعالمون بأحكام الصلاة والبالغون. حتى إذا راب الإمام شيئا فتحوا عليه وأعانوه، ليس كما نرى من أن يأتي الصغار والأطفال ويأتي الرجل معه طفله في الصف الأول خلف الإمام. قال أهل العلم: هذا كأنه فرجة، طفل الصغير يخل مميز تحطه في بينك وبين المصلى، هذه فرجة كما قال أهل العلم ذلك. إنما ينبغي أن يلي الإمام، أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى العاقلون
ليصحح له قراءته إذا أخطأ، ويفتح عليه إذا ارتج عليه. وقلنا هذا الحديث فيه تشديد النون على التأكيد، ويجوز التخفيف، ويجوز أيضا التخفيف. وأولو الأحلام أصحاب العقول والأفهام ليحفظوا عنه ويعوا، صلوا. ولذلك مالك بن الحويرث لما راى عند النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه صلوا كما، وابن حجر والصحابة نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا يكون ترتيب الناس خلف الإمام، البالغون العقلاء ثم الأقل سنا وهكذا، ثم وراءهم النساء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا هو سنة يغفل عنها كثير من الناس في هذه الأزمان، في هذه الأزمان، الأعلم ثم الأقل علما. وهذا ليس فيه حجر الصفوف عليهم أو حجزها لهم، لا مو تحط لي كرسي وتقول عشان هذا بأولي الأحلام والنهى، لا، عليهم أن يبادروا وأن يسارعوا إلى الصلاة ليكونوا خلف الإمام. وهذا يدل أن ديننا دين نظام. ثم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا الذي يحدث بالتقدم والتأخر وعدم سد الفرج، هذا الذي تراه من التحاسد والعداء والبغضاء حتى داخل المسجد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في تتمة الحديث واحفظوا المساجد من رفع الأصوات وهيشات الأسواق، كما عند أحمد ومسلم، ترفض هذه المساجد من هيشات الأسواق ارتفاع الصوت فيها. لابد أن يكون الإنسان ذا حشمة وأدب، فهذا المسجد ليس مكانا لارتفاع الأصوات والصخب واللغط والمنازعات. وما حذر منه النبي نجده الآن في مساجدنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخنا وعن عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم هيشات الأسواق، رواه مسلم. لذلك النبي أحباب الكرام كان مهتما بتقديم أهل العلم وكبير السن، لذلك قال كبر كبر، لأنهم لما قدموا للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قصة محيصة وحويصة ابن مسعود، فذهب أصغرهم يتكلم، وكان ألسنهم وأفصحهم، فالنبي قال له كبر كبر، فسكت وتكلم. وهذا كله يدل على إيش؟ كما قال البركة مع الأكابر. فلا ينبغي لك أنك أنت طفلك تأتي به في المسجد فيتفاصح على الناس ويتشدق على الناس، ولا حتى في مجلس الرجال أيها الكرام الفضلاء. بعض الناس يلقى يجيب ابنه الطفل الصغير معاه فيتفاصح على الضيوف وعلى كبار السن إلى غير ذلك، ويعد هذا من اللباقة والكياسة واللياقة. لا، هذا من سوء الأدب، حاشاكم وعافاكم، هذا من سوء الأدب. ولابد أن نعلم أبناءنا الأدب في أدب المجالس وأدب كبار السن، وكيف يكون ذلك، أحسن الله إليكم. نعم نعم شيخ. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي ابن أبي حثمة ابن أبي حثمة بفتح الحاء المحسن ابن أبي حثمة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر يوم وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط محيصته. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا،
فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. أحسنتم، نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر حفظا أخذا أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. أرأيتم؟ سبحان الله، أرأيتم هذا الجمال أيها الكرام الفضلاء؟ وهذه من بركة القرآن، وأهل القرآن غير الغالين فيه وغير المتكسبين به، ينبغي أن يكرموا. فانظروا في هذا الكتاب، يكرموا في إمامة الناس فيتقدمون للإمامة ولو كان عبدا حبشيا، يكرمون حتى عند القبر أيها الكرام الفضلاء، فيقدم أكثرهم أخذا للقرآن. هذا كل يدل على بركة القرآن. فدونكم القرآن أيها الكرام الفضلاء، دونكم القرآن، احفظوه وعوه واعملوا به وأقيموا حدوده قبل أن تقيموا حروفه. فهذا القرآن أمره جد عظيم، وهذا كان في غزوة أحد لقل كثرة القتلى، 70 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كثرة القتلى وقلة المقابر، فكان 2 و3 في القبر الواحد، ثم يسأل أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. لا عنصرية، ما قال أين بنو هاشم أين كذا، لا. وفيهم حمزة رضي الله عنه كان ممن استشهد في ذلك اليوم، لكن انظروا عليه الصلاة والسلام لبركة القرآن لمن أخذه عاملا به غير غال ولا جاف ولا متاجر به. هذه بركة القرآن، يقدم في المحاريب ويقدم في اللحود ويقدم في المجامع، لأن الله عز وجل قد رفع ذكرهم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعظم العلم علم القرآن، وأسه وأساسه. ولذلك يخطئ من يبدأ بطلب العلم دون القرآن. القرآن أولا ثم تفنن بعد ذلك، القرآن أولا ثم تفنن بعد ذلك. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر. أراني في المنام، نعم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تقريبا. أراني بفتح همزة القطع، أبلغ، أراني أعد بفتح همزة القطع، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعن أبي موسى
رضي الله عنه أرأيتم قال حتى قال رسول الله صلى وهذه الله رؤيا حق، وهذه رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق أيها الكرام الفضلاء، وإذا به، وأيضا يدل على فضيلة السواك، والسواك في المنام يدل على السنة والعلم، يدل على السنة والعلم، وهذا فيه أيضا فيه فضيلة أن الكبير يبدأ به في إعطاء الأشياء، فإذا كنت في مجلس من المجالس فتبدأ بالكبير في إعطاء القهوة أو في تقديمه على المائدة أو إلى غير ذلك. ومما يجب التنويه إليه أن بعض الناس يبدأ باليمين، لا، إنما يبدأ بالكبير، وإذا كنت معه في مصعد أو في مدخل بيت أو في مدخل المسجد على باب المسجد يقول لك اليمين، قل له لا، الكبير وليس اليمين، هذه السنة. فإذا قدمت طعاما أو قدمت شايا أو قدمت قهوة أو قدمت رجلا في مدخل بيت أو باب مسجد أو إلى غير ذلك، فيبدأ بالكبير لا باليمين، يبدأ بالكبير لا باليمين، ثم يدار عن يمينه، لحديث ابن عباس لما النبي قدم له فكان ابن عباس عن يمينه والأشياخ عن شماله، فقال: أتأذن؟ قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وهذا الحديث أيها الكرام الفضلاء عند أبي داود، وأيضا صحه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، والله عز وجل يختص من يشاء ويختار من يريد، فخص الله عز وجل من عباده بعضا بصفات حميدة، فجعل لهم حقوقا مترتبة على هذه الصفات، فقال: إن من إجلال الله، يعني من تعظيم الله وأداء حقه، إكراما. لماذا نصبت هنا إكرام يا شباب؟ لماذا نصبت هنا إكرام؟ خبر إن خبر إن مرفوع يا مولانا، اسم اسم إن أتى متأخرا وقدم المعمول على العامل للاختصاص، من إجلال الله، هي خبر، قدم الخبر والمعمول على العامل للاختصاص، وإكرام اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، إكرام يعني تعظيم توقير، ذي الشيبة المسلم يعني شيخ الكبير في السن، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني أرأيتم هذا ضابط مهم، لأن هناك من يحفظ القرآن عنده غلو أو عنده جفاء، فلا بد أن تكون من أهل القرآن من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، لا تتجاوز الحد لا في تلاوته ولا في قراءته، ولا تكن جافا عنه معرضا عن آدابه وهاجرا له في التلاوة والعمل، فمثل هذا ينصح لكنه لا يكون له حظ في هذا الحديث. هذا الضابط مهم، لما قال ذي الشيبة المسلم جعلها مطلقة
والنكره في سياق الاضافه، النكره المضافه تفيد العموم، لكن لما جاء عند حافظ القران حتى لا يتاجرن احد بالقران جعله انه بضابط، بضابط عدم الافراط والتفريط وعدم الغلو والجفاء. ما معنى الغلو؟ التكلف، تجاوز الحد علما وعملا، ويتبع الشبهات والعياذ بالله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، كما ترونهم كثيرا في الإذاعات والقنوات. حافظ قرآن، ومن حملة الشهادات العلمية، لكنه يتتبع الشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا لا حظ له في هذا الحديث. وأيضا تجد حافظا للقرآن جاف عنه، لا يعمل به ولا يتلوه، وأخلاقه بون شاسع بينها وبين ما أمر به القرآن، فهذا لا حظ له في ذلك. ومن جميل هذا الحديث جمع بين الغلو والجفاء، لأن الغلو من صفات النصارى، غلوا في عيسى جهلا، والجفاء من صفات اليهود، جفوا عن الدين مع علمهم وإكرام ذي السلطان المقسط. إذن أيضا من تعظيم الله وتوقيره إكرام الإمام العادل الذي يقوم بين الناس بالحق والعدل، الذي يقوم بين الناس بالحق والعدل. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الفضلاء الكرام، جمع حقوقا لكبير السن وأهل العلم وأهل الولاية، وهو السلطان. نعم. أحسن الله إليكم شيخا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدرك ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. ولذلك هذه صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين، كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن حزم عن أبيه عن جده. قال أعد الحديث. السلام عليكم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. يا سلام، انظر إلى هذا الحديث الجميل الذي جمع رحمة الصغير والتوقير الكبير. وقلنا ضابط الكبيرة ما صدر بقول ليس منا، من غش فليس منا، وما توعد عليه بنار في الآخرة وحد في الدنيا وقول لا يؤمن، و ما كان فيه لعن أو غضب، هذه كلها ضابط إيش؟ الكبيرة. وهذا من حرص الدين على البر، على البر ومراعاة الحقوق مع اختلاف الأعمار والأحوال. فقوله ليس منا يعني ليس على هدينا وسنتنا وطريقتنا. من لم يرحم صغيرنا يرفق به، يتلطف معه، يشفق عليه. وقوله صغيرنا يدخل فيه كل صغار المسلمين، ويدخل فيه كل صغير بني آدم وإن كان من غير المسلمين، لأنه قالوا الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والعلة هنا الصغير، والعلة هنا الصغير. ويعرف حق كبيرنا فيعطيه الحق تعظيما وإكراما، لأن خلق أهل الإسلام رحمة الصغير ومعرفة حق الكبير، ولا سيما
لماذا أتى به في الباب؟ ولا سيما إذا كان هذا الكبير صاحب علم أو صلاح. وننوه هنا على مسألة، أن من رحمة الصغير أن تعلمه الدين والقرآن، وألا تتركه هملا مع هذه القنوات ومع هذه الجوالات ومع هذه التطبيقات التي تفسد عليه دينه ودنياه. بعض الناس يفهم الحديث هنا فهما خاطئا، فأنت بذلك ما رحمت الصغير بل ضيعت الصغير. والنبي يقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تظن هنا برحمة الصغير أن تجعله ينام عن الصلاة. تذكر الأحاديث عند أبي داود وغيره: مروهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأحاديث كلها متسقة متصلة ببعضها البعض، يشد بعضها بعضا، فتجمع بين جميع الأحاديث والطرائق حتى يكون لدينا تصور صحيح أيها الكرام الفضلاء، حتى يكون لدينا تصور صحيح، فلا يحدث عندنا التصور الخاطئ فنفهم هنا المعاني بصورة خاطئة. نعم، بقي في الباب كثيرة باشمهندس. نعم شيخنا، باقي 5 حديث. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا المجلس، ونرجي الزهد إن شاء الله، وباقي رياض الصالحين للمجلس القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين يا رحمن الرحيمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واجعل ثواب ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. واجعل لآبائنا ومعلمينا أوفر منه الحظ والنصيب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حينما علمت الحياة خير لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خير لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقضع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبغض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدينا، وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا يا رب العالمين يا رحمن الرحيمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونذكر غدا بصلاة الاستسقاء، نسأل الله أن يغيثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.